تعرف على البائع المتجول الأكثر أناقة في العالم. اعتدنا على رؤية الباعة المتجولين في الطرقات على أنهم غير مهتمين كثيراً بمظهرهم، وكذلك بضاعتهم غير موثوقة، لكن الأمر مختلف عند السيد آيلتون مانويل دا سيلفا الذي يرتدي زياً أنيقاً مثل موظفي المطاعم الفاخرة، وهذا الرجل يتحدى يومياً الشمس الحارقة وحركة المرور الخانقة من أجل أن يوفر لعائلته لقمة العيش. آيلتون الذي يعمل في شوارع ريسيفي في البرازيل يعتبر أكثر بائع متجول أناقة في العالم، إذ إن هذا الرجل ذو 43 عام يرتدي الزي الأنيق والقبعة والنظارات الشمسية، وينطلق كل صباح عند الساعة 5 للعمل، ويقدم المشروبات الباردة والوجبات الخفيفة لسائقي السيارات في التقاطعات المزدحمة. يعمل آيلتون كبائع متجول منذ عامين، حيث بدأ كل شيء في يناير 2015 عندما فقد وظيفته كعامل في مخرطة حديد، فكان عليه أن يجد وسيلة للعمل من أجل رعاية زوجته وأطفاله الثلاثة، فقرر الانطلاق إلى الشارع بعد الملل من الجلوس في المنزل منتظراً فرصة أخرى للالتحاق بها. عند أقرب تقاطع للسيارات من منزله يتواجد آيلتون من أجل بيع كل شيء للناس والسائقين، وهو الذي وجد صعوبة في التكيف مع هذا العمل نظراً لأن الناس هناك متحيزون ضد الباعة المتجولين. معظم السائقين في البداية لم يكونوا يفتحوا نوافذهم له خشية المضايقة، لكنه لم يترك التجربة السلبية تنحيه، وبدلاً من ارتداء الملابس العادية قرر ارتداء تلك الملابس الأنيقة والحذاء اللامع والقبعة والنظارات الشمسية لحمايته من الشمس الحارقة، بالإضافة إلى بعض الإكسسوارات مثل ربطة العنق والمنديل الأحمر في يده. وبعد هذا كله تغير موقف الناس تجاهه بشكل جذري، وأصبح الآن يكسب ما يكفي لرعاية عائلته، بل وحتى قام بتسجيل زوجته في الكلية. عندما تتحول إشارة المرور إلى اللون الأحمر يتحرك النادل آيلتون إلى الشارع يحمل معه منتجاته على صينية مثل نادل المطاعم الفعلي، ويحاول جذب انتباه أكبر عدد من السائقين قبل أن ينطلقوا. يقول آيلتون أن كل شيء يسير بشكل جيد حتى تصل الساعة 10، فإن الشمس تصبح أكبر أعدائه، لذلك فإنه يحاول شرب الكثير من الماء للمحافظة على رطوبة جسده، كما أنه يرتدي الأكمام الطويلة والسراويل لحمايته من أشعة الشمس، بالإضافة إلى أنه يستخدم واقي الشمس نظراً لأن زوجته حذرته من تعرضه لسرطان الجلد. على مدى العامين الماضيين أصبح آيلتون واحداً من المشاهير المحليين في حيه، كما أن منافسيه أصبحوا يحسدونه، ليعلم الجميع أنه يمكنك أن تكون نظيفاً وأنيقاً ومهتماً بنفسك مهما كان مجال عملك، مما سيغير كثيراً من نظرة الآخرين لك. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.